السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا شغالين في برنامج الاوتوكاد ام اي بي، بنحتاج ان احنا نعمل سبيس لتنظيم العمل والعمل الحسابات الهندسية. طيب انا محتاج ان انا اعمل سبيس. ممكن تعمل سبيس وترسم اي سبيس، بس الكلام ده مش صح. احنا افضل حاجة نعملها ان احنا نعمل سبيس مرتبطة بالروم، فلازم يكون عندي غرف. طب الروم عبارة عن ايه؟ عبارة عن مساحة بين حوائط. فتخيل مثلا ان انا عندي الوول، او ارسم ادي الامر وول وابدا ارسم. ده بيقول لي الستايل هيبقى ايه، السبيس هيبقى قد ايه. طيب دي خصائص الحيطه، هتبقى معموله ازاي، السمك بتاعها وكل التفاصيل ديت. انا هبدا ارسم اهوت، وليكن مثلا روم بالشكل دوت. هقول له انتر عشان اخرج من الامر. كده انا رسمت الروم. المفروض هو المعماري بيرسمها لك جاهز، بس فرض مثلا انت عايز ترسم غرفه اضافيه مثلا بتاعه المكن، وهتقول للمعماري خد من الغرف ديت. خلاص احنا رسمناها، هاجي هنا اقول له امر سبيس. بيفتح الامر سبيس، هو بيقول لي ستايل. ستايل يعني شكل السبيس ده هيبقى عامل ازاي. طيب فرض ان انا مش عاجبني الشكل دوت، بسيط هروح لمانج واقول له ستايل مانجر، واقول له ستايل مانجر، وهبدأ أعدل في الشكل بتاعي. من أبتكشر هنا هلاقي سبيس، تمام، هلاقي الستاندرد دهوت. دي شكل السبيس هتبقى عاملة ازاي، الاريا هتبقى عاملة ازاي، المينيموم ماكسيموم، اللينث، الماتيريال، ممكن تديله ماتيريال أي ماتيريال إضافية، السيلينج، الكلاسيفيكيشن، الديسبلاي بروبرتيز. ممكن تقول له مثلا ده الشكل الافتراضي، لا ده انا عايز حاجة فرايت، تختار انت لون معين شكل معين. ميكانيكال ستاندرد، فتقدر تتحكم في شكل السبيس تبقى طالعة معاك ازاي. اقول له سبيس تاني، انا بيقول لي اسم الغرفة دي هتبقى ايه زي ما انت عايز. التاج، شكل التاج، في اكتر من تاج تقدر تختار زي ما انت عايز. الستيت يعني لما الحتة تتغير السبيس تتغير، يعني فرض ان مساحة الغرفة الحوائط كبرت، فأكيد المساحة اتغيرت فهي هتتغير معاك. فهنا مديني نو. ليه مديني نو؟ لأن يعني هنا التايب بتاعه ريكتانجل، إن أنا هرسم مربع ملوش علاقة بالحوائط. فأنا ممكن أقول له جنريت، تمام، هتلاقي ده خلاص بقت يس. بحيث إن أنا أول ما أعدل، خلي بالك أنا أول ما بقرب من الروم بيبدأ يديني إن في هنا سبيس ممكن تتحط. طب لو ريكتانجل، ريكتانجل ارسم ريكتانجل، ده السبيس بتاعتك. وانا ما بحبش الطريقه دي خالص، انا بحبها تبقى جنريت، تمام. بيسالني قال لو اوفر لاب سبيس، لو في اتنين في بعض ينفع ولا لا. وبعد كده بيبدا يسالني بقى في الابعاد، ارتفاع الحاجه دي هتبقى قد ايه، تمام. يعني هل هتبقى من ارضيه للسيلينج ولا من ارضيه للسقف، حسب هل السيلينج فوقيه مكيف ولا مش مكيف تبدا، وهل انت عايز السبيس المسافه كلها ولا لا، سيلينج سيكنس، كل الحاجات دي هتفيدني في الحسابات بتاعتي، تمام. طيب خليني اقول له هنا دي روم اهو، حطها لي، تمام. كده هو ظبط لي السبيس بتاعتي بالشكل ده.